مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة أبرز أحداث حلقة 24 من مسلسل العروس. في بداية الحلقة كما شاهدنا، بعدما كانت مقدار تصرخ على هانجر وتقول لها: أنت لا تستحقين أن تكوني عروسة لي، ولا تستحقين أن تبقي في هذا المنزل دقيقة واحدة. كيف جعلت ابني يلتقي بامرأة مثلك عديمة الشرف؟ هيا اذهبي. وكان الجميع يشاهد ويسمع صراخ، وكان الجميع يقول: ماذا يحدث؟ ثم أتت سينا وقالت لهم: ماذا هنا؟ قالوا لها: لقد سمعنا صراخ مقدار مع هنجر. وكانت العقربة بيزا سعيدة جدا وتقول: أتمنى أن تذهبي بعيدا عن هذا المنزل ولا تعودي أبدا. وكانت مقدار تقول لهنجر: هي سوف نذهب الآن إلى الشركة. وكانت هنجر تقول لها: أرجوك يا سيدة مقدار، ليس الموضوع كما تعتقدينه أبدا. كانت تقول لها: اخرسي، لا تتكلمين ولا أريد أن أستمع إلى أي شيء، هيا اركبي السيارة وذهبوا إلى الشركة. وكانت بعد ذلك غاضبة ودخلت واقتحمت الشركة. وعندما دخلت قال لها جيهان: ماذا هناك يا أمي؟ ماذا يحدث؟ طردت السكرتيرة وقالت له: هل سقطت إلى هذا الحد يا ابني؟ هل نسيت أن اسمك جيهان ديفوغلو؟ هل اشتريت لنفسك زوجة؟ ورميت عليها الأوراق وقالت له: هل هذه المرأة المعروفة المعروضة للبيع سوف تلد حفيدي؟ أي شخص يولد من هذه فسيكون حقيرا. ألم تفكر حتى في اسمنا؟ لقد كسرت شرف العائلة، ألم تفكر في هذا؟ قال لها جيهان: أمي يكفي، توقفي الآن. كان ينظر إلى هنجر كيف هي تبكي وقال لها: لم تكن لدي الكلمة الأخيرة. وبعدها قالت له: وماذا عن هذا؟ إنه عار، لقد دفعت مليونا لشرائها. قال لها: هذا المليون في العقد فهو مهرها. وكانت صدمة هنجر وكذلك مقدار. وبعدها بدأت تتخيل كلام بيزا أنه اشتراها بهذا المال، وقال لها: هل فهمتي؟ قمت بتعيين هذه القيمة لها. وبعدها قالت له مقدار: هذا يعني مهرها؟ قال لها: تماما مثل ما قلت لك. وقالت له: ولكنني اعتقدت. قال لها: لا تعتقدي يا أمي قبل أن تشحني من ناس آخرين، وتعالي إلي قبل ذلك. قالت له: ولكن لم أرى أبدا مهرا لعروس يكون في عقد. ثم قال لها جيهان: لا تنسي أنني رجل أعمال، هل نسيت ذلك؟ ثم قالت له: حسنا، علي على أي حال لقد أزعجتك، ولكنها لم تقل أي شيء لما كنا أتينا إلى هنا. وبعد ذلك قالت مقدار لهنجر: هيا تعالي لكي نذهب. قال لها: أمي هي لن تذهب، ولكن أنت اذهبي. كانت هنجر بعد ذلك سعيدة وقالت له شكرا كثيرا. وقال لها: ماذا يفعل هذا العقد عند أمي؟ أليس هذا من ضمن الاتفاق؟ ولا أحد يرى أي شيء، أنا وفيت بوعودي ولكنك أنت لا تفعلي ذلك. وقالت له: أنا لم أعلم كيف، ولكن عندما دخلت المنزل وجدتها هناك. وبعدها اتصل بأحد رجال المنزل وقال له: من الآن فصاعدا سوف تغير قفل المنزل القديم حتى لا أحد يدخل من دون إذن مني. وقالت له: حسنا، أنا سوف أذهب الآن أو أنتظر إلى في الخارج. قال لها: لا، سوف تبقي هنا أمام عيني حتى يذهبون معا إلى المنزل. وكان جيهان بعد ذلك ينظر لها بشفقة وحزن. وبعدها قالت هنجر: أحيانا تفاجئني كثيرا. وقال لها جيهان: أسف، ماذا قلت؟ وقالت هنجر بعد ذلك: ربما لم أتحدث مع نفسي. يعني جيهان سمعها وهي تحكي مع حالها، ثم قالت له: لا، فقط أتحدث مع نفسي. وبعدها قالت له: هل من الممكن أن أتجول هنا؟ قال لها: بالطبع عادي. وهي تتجول وهو ينظر لها بإعجاب، اقترب منها وقال لها: هل تشعرين بالملل؟ قالت له: لا، ولكن لون هذا السجاد جميل جدا. وقال لها: اللون الأحمر مهم جدا لأنه يجسد الماضي والحاضر. قالت له: كيف يعني؟ قال لها: في الأناضول الأحمر هو الحزن، وفي بعض الأماكن هو الحزن، وفي بعضهم هو النار، وبالنسبة للناس الذين يعيشون في المناطق الباردة النار هي البقاء أهم مصدر للحياة، والأحمر الذي يرمز إليه يمثل السعادة والسلام. كان ينظرون إلى بعضهم البعض بنظرة جميلة. كان يمسك بيدها وبعدها أخذها من يدها لكي تجلس أمامه، ثم قال لها: هيا لكي نذهب معا، هناك حفل بالشركة. كان جيهان
ينظر لها بإعجاب وهي كذلك، وأعطاها قطعة الحلوى وكان مهتم بها كثيرا. وفي مشهد آخر كانت قبل ذلك ياسمين تتصل بجيهان وقالت له لقد كانت هانجر سوف تأتي إلى العيادة ولم تأتي. قال لها جيهان أنا من منعتها، ثم قالت له حقا هل أنت منعتها؟ إذا تخليت عن فكرة أطفال الأنابيب. قال لها لا لم أتخلى عن الفكرة، ولكن فأنا منعتها ولن تأتي حاليا، وإذا أتت إليك تحدثي إليها وأقنعيها. قالت له للأسف يا جيهان هذا يجب عليك أن تفعله أنت. قال لها نعم أنا أفهم حسنا، ثم أقفلوا الخط. وفي هذه الأثناء وكانت داريا المجنونة ترتب الغرفة بعد ما ناموا فيها جيهان وهانجر، وكانت بعد ذلك تجد وشاحا لهانجر، وكانت سعيدة جدا لأنها وجدت شيء لكي تعمل حالها أنها ذاهبة لزيارة هانجر، وكانت تقول سوف أذهب. وعندما ذهبت لم تجد هانجر في منزلها، وقالت حسنا على أي حال سوف أذهب إلى القصر للسيدة مقدار، هناك حساب لم يغلق بيني وبينها بعد. كانت مقدار غاضبة جدا ومنزعجة لأن هانجر أعطاها جيهان مليون من أجل المهر. وبعد ذلك قالت لها خيرا ماذا تريدين؟ لماذا أتيت؟ قالت لها لقد أتيت إلى هانجر ولكن لم أجدها، ولكن قلت لكي أتي لزيارتك. يعني أهكذا تستقبلين بهذه الطريقة؟ جعلت الهرسان ينامون معا. وكانت تقول لها لقد وفيت بوعودي، وكانت يعني تعني لها على أنها تريد المال من مقدار. وقالت لها مقدار ألم يكفيكم المال الذي أخذتموه لأجل المهر بمليون؟ المهم طردتها من القصر، ولكن داريا سوف لن تنسى لها ما فعلته، وكانت تتوعد بأن تنتقم منها بأي ثمن. وفي هذه اللحظات أتى جيهون بهانجر إلى العم، وكان يقول لها أنا أحب دائما أن آتي إلى هذا المكان لأنه يريحني. وبعدها تفاجأت هانجر لأنها تعرف العم وكان يتحدث معه. المهم هذا الرجل هو الذي سوف يكون صلة وصل فيما بينهم وما بين علاقتهم للتحسن، وكان يقول لهم الاختلاف هنا العين التي ترى وما يوجد بك أنت ستراه أمامك. المهم كان يقول لهم كلام جميل وبدأوا يتخيلون بعضهم البعض. ومر الوقت وبعدها عادوا إلى القصر، وكان ذاك الرجل يعطيه المفاتيح وقال له هذا هو المفتاح، واحد لك وواحد لزوجتك. ثم بعد ذلك أعطى جيهان المفتاح لهانجر وكانت تنظر إليه وهي تبتسم، ثم دخل إلى المنزل وكان مصدوم لأنه وجده غير مرتب لأن بيزا هي من جعلت هكذا. وكان جيهان يقول من فعل هذا، وكان يريد أن يدخل إلى الغرفة، وقالت له هانجر لا، ولكن هو كان يريد أن يدخل ويشاهد كل شيء، وسألها من فعل هذا، قالت له لا شيء حسنا سوف أجمعها. ولكن هو ذهب غاضب جدا لأنه تخيل عندما كانت أمه غاضبة وكانت تصرخ على هانجر. ثم بعد ذلك حاولت هانجر بأن تهدئ، وهو قال لها كل من تجرأ وفعل ذلك ودخل بدون إذن مني سوف يدفع الثمن. يعني هم لا يعلمون بأن بيزا هي من اقتحمت المنزل وأخذت الأوراق، ولكن كانت هانجر لا تريد أن يصرخ على أمه ويتخانق معها. المهم بعد ذلك دخل جيهان إلى القصر وكان يقول لها، قالت له يا ابني كل شيء سوف يتصلح حسنا لن يتغير أي شيء. قال لها نعم ولكن لدي شرط. قالت له ما هو؟ قال لها يجب عليك أن تعتذري أمام العروس على تلك الأقوال التي قلتيها لها. وقالت له مقدار هل تعلم ماذا تقول يا ابني؟ هل تجعلني صغيرة أمام تلك الفتاة؟ قال لها سوف تعتذرين لها. كانت بيزا تصرخ السمع وتقول آه يا جيهان لقد جعلت أمك تفعل هذا من أجل تلك المرأة. وبعدها أتت هانجر لا تعلم أي شيء، فقط أرسل إليها تلك الفتاة لكي تأتي للقصر، ووقفت أمامهم وكان يقول لها هيا أمي قولي ما قلتيه لي للتو، هيا قولينه لها. كانت لا تعلم شيء هانجر، كان يقول لها هيا يا أمي هيا قولي هيا تفضلي أنا أنتظر. كانت هانجر لا تعلم، ثم قال لها هيا قولي لها أنا آسفة. وتفاجأت هانجر من كلام جيهان، ثم قالت له لا حاجة لذلك، نظر إليها بنظرات لكي تصمت. ثم بعد ذلك كانت بيزا تقول أنا أعلم أنك لن تقولي لن تعتذري. وكانت هذه هي نهاية الحلقة، وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.